بهذا الفيديو اليوم رح أحكي لك على 7 خطوات أنت فيك تطبقها اليوم مشان تحسن تبني بزنس خاص فيك. بس قبل ما أبلش هذا الفيديو بس رح أحكي لك على قصة كتير صغيرة حصلت معي من تقريبا قبل شي 6 سنين أو 7 سنين. كنت بأوسلو وطلعت مع 3 من رفقاتي، طلعنا مشان نقعد ناكل نشرب قهوة نحكي نتسلى شوي. فكانت الشغلة الوحيدة اللي أنا عم بفكر فيها أنه أبني بزنس خاص فيني، يصير معي مصاري كتير، اشتري يخت او طياره شخصيه. وانا بعرف الله انت ممكن تقول انه ما في داعي توصل لدول الشغلات اذا انت بس عم بتطالع مصاري كافيه وما مالك موظف عند حدا، هذا لحاله انجاز. فمن هذا الموضوع بس كان هدول الافكار عم بيخطروا ببالي، عم بفكر انه ليش في شخص عنده يخت كبير او عنده طياره شخصيه وليش في شخص ما عنده هدول الشغلات؟ شو هو الفرق يعني بين الشخصين، الشخص الناجح كثير والشخص يلي ما معه مصاري ابدا؟ فقاعدين أنا والشباب عم نشرب قهوة عم نحكي عم نضحك، وفجأة أنا بحكي لهم بقول لهم أوه تخيل لو واحد من بيناتنا عنده يخت ونحسن نطلع ونساوي رحلة مع بعضنا وننبسط ونتسلى. وعم بحكي بأي طريقة العادية مثل ما كل الناس بتحكي. ما بي حدا من بيناتهم إلا ما فرط ضحك علي وعلى الفكرة اللي أنا عم بحكيها. واحد منهم ضحك زيادة على اللزوم بحيث إنه مسك معدته ما عاد يحسن، يعني صار يقول لي إنه أبو شريك أنت لاجئ، يعني إذا بتفكر تلاقي لك شغل مو أحسن ما تفكر بمصاري ويخت وسيارة وهدول التفاصيل. بعد ما رحت على البيت عم بفكر أنا بالطريقة، بقول إنه أنا كتير وحيد بأفكاري، ما في حدا عم بفكر بنفس الطريقة. معظم الناس عم تحلم إنه تلاقي شغل وعم تحلم إنه إيمتى أوصل للشغل، بس ما حدا عم بفكر إنه يسوي بيزنس لحاله. مضت الأيام وأنا ما صرت مشغول وصرت أركز كتير على حالي. مضت الأيام وبعد هدول 6 سنين ما مضوا، بال2021 السنة اللي مضت ختمت بأول 1,000,000 دولار. وصراحة اشتغلت تقريبا أقل ما من الأشخاص يلي كانوا معي بهي الطاولة من قبل 6 سنين اشتغلوا بال2021. وأنا بعرف هدول الأشخاص مين، وأنا بعرف قديش طالعوا مصاري هاي السنة سنة 2021، ويا دوب مشوا حالهم. انك تفكر بطريقة مختلفة او انه يكون عندك حلم كبير هذا مو شي غلط نهائيا، وما في داعي تخلي حدا يتمسخر عليك او يضحك عليك لانه انت عم تحلم يكون عندك سيارة فخمة او طيارة شخصية او هاللي هو، ما بيهم الحلم اللي انت عندك اياه. لانه على المقلية انك تفكر بهذا الموضوع ببلاش، ما بيكلف مصاري بس بيكلف طريقة تفكير جديدة. سنة 2021 ما كانت سنة سهلة نهائيا. سنة 2021 كانت من أصعب السنين اللي عدت بكل حياتي. أنا هلا رجعت على السويد، أخذت بيت جديد. دائما أنا بركز كتير وقت أكون بالسويد بغض نظر وين أنا بسافر، أنا بسافر كتير بس بكل المناطق اللي كنت موجود فيها، المناطق اللي فيها شمس وشواطئ وسياحة وكتير. على سبيل المثال مثل رحلتي وقت كنت بدبي، مستحيل كنت أحسن أركز هناك أبدا لأنه في كتير شغلات فيك تعملها. بس بالسويد بالذات بحسن بركز على الأهداف وبحسن عن جد بشتغل بطريقة كتير كتير قوية. فرجعت على السويد أخذت بيت جديد وبلشت أشتغل على أهدافي. واحد من أكبر أهدافي بهي السنة سنة 2022 هي أنه أنا رح أساعد أكثر من 10,000 شخص عربي عنده حلم كبير بده يوصل للشيء اللي بده إياه، عن جد أساعده بهذا الطريق، أساوي الطريق سهل بالنسبة له لأنه أنا مسبقاً عديت بهي المرحلة. فهلا بهذا الفيديو الشيء اللي بدي أحكي لك هو 7 شغلات ساعدتني إلي لحتى أبني بزنس خاص فيني من الصفر لأوصله لفوق 1,000,000 دولار. وهي السنة الهدف رح يكون 8,000,000 دولار. أول شغلة معظم الناس بسألني إذا أنا بدي أبلش بزنس خاص فيني شو الشيء رح أبلشه؟ هذا السؤال غلط. مو السؤال الأول شو هو أول شيء بدك تساوي. أول سؤال فيك تطرحه لنفسك هو هل أنت بوضعيتك الحالية بطريقة تفكيرك اليوم جاهز لحتى تبني بزنس؟ هذا أول سؤال، لأنه ما بهم الشيء اللي رح تختاره. إذا أنت مالك جاهز عقليا ومعنويا لحتى تدخل بهي المغامرة مستحيل تنجح. ما بهم شو الشيء اللي عم تساوي، إذا هي تجارة إلكترونية أو كونسولتينج أو ايجنسي، ما بهم الشيء اللي عم تساوي. فأول سؤال هل أنت جاهز معنويا؟ عن جد عندك طريقة تفكير جاهزة انك توصل للشيء اللي بدك اياه. رقم 2، عاداتك اليوم والشيء اللي عم بتساوي، طريقة عيشتك بتساعدك انه انت تكون رائد اعمال. اعادة البرمجة العقلية. انا وانت ومعظم الناس يلي ما معها مصاري كتير وما عندها نجاح كبير بحياتها، نحن مبرمجين بطريقة عقلية غلط.
نحن مبرمجين انه نحن اشخاص دائما رح نخسر، ونحن اشخاص ما بحق لنا نكون ناجحين وما بحق لنا نطالع مصاري. مد بساطك على قد رجليك، لا ترفع راسك لفوق تنقرف، مثل ما كانت امي تحكي لي كل يوم وانا وصغير. هدول الشغلات بيأثروا عليك فوق ما انت تتخيل. فقبل ما تبلش بزنس فكر طريقة برمجتك العقلية كيف، شو هو الشيء اللي بتآمن فيه انت اليوم، لانه مستحيل مستحيل تحسن تساوي بزنس وتطالع مصاري اذا طريقة تفكيرك هي العادات. العادات والروتين، لما بتفيق الصبح شو هي العادات والروتين يلي انت بتبلش تطبقه مباشرة، شو الشيء اللي بتساوي؟ حياتك فوضوية إلا منسقة وبتعرف كل ساعة شو الشيء رح تساوي. أنا بنسق حياتي لدرجة إنه شايف هذا الخاتم اللي بإيدي، هذا اسمه ووررينج. هذا الخاتم بيورجيني كيف أنا بنام وبحسب شو الشيء اللي بيصير معي وقت أنا بكون نايم، مشان أكون مدقق على الصحة تبعيتي لدرجة كتير كبيرة. لهي الدقة والتفاصيل أنا مركز بإني أنسق حياتي. ما في شيء اسمه فوضوي، لازم أعرف الشيء رح أساوي كل ساعة. إذا أنا طالعت $1,000,000 السنة اللي مضيت وأنا بلشت أقسم ساعاتي، ساعات الشغل على هاي $1,000,000، فأنا لاحظت أنه كل ساعة من وقتي قيمتها كتير عالية، ولازم أنا عن جد أركز على هذا الموضوع أكتر وأكتر. وإذا رح أوصل $8,000,000 بسنة 2022، فأنا لازم أكون كتير مركز لموضوع وقتي، لازم أعرف شو الشيء رح أساوي كل ساعة. فرقم واحد هي إعادة البرمجة العقلية، ورقم اثنين نحن نساوي الحياة بطريقة منسقة، نطلع من الحياة الفوضوية. بعد ما خلصنا من هذا الموضوع بيجي السؤال يطرح نفسه، شو هو الشيء اللي رح أساوي؟ شو نوع البزنس اللي أنا رح أبلشه؟ شو هو الشيء رح أساوي أول خطوة؟ وأنا دائما دائما بنصح كمبتدئ إنه الواحد يبلش بالأونلاين كونسلتينج. وليش أنا بنصح بهذا الشيء؟ لأنه هو هذا القاعدة للأونلاين بزنس بشكل عام. على فكرة أنا بساوي تجارة إلكترونية وعندي محل إلكتروني وطالع فيه مصاري كتير كتير عن طريق شوبيفاي، بس أنا ما بلشت فيه، ما بلشت إنه أبني براند. أول شيء بلشت أجيب المهارات كلياتها اللي لازمتني من أونلاين كونسلتينج، وعلى هي القاعدة يلي أنا بنيتها بلشت أتفرع جوات الأونلاين بزنس. فلذلك أنت لازم تبلش من الصفر، من الصفر بالبداية. والأونلاين كونسلتينج هو أكتر شغلة بوجهة نظري وعن تجربتي اللي خطها أنا خلال هدول 6 سنين، أكتر شغلة فيها تساعدك أنك توصل لدرجات عالية بالبزنس مع الأيام، تصير رائد أعمال عن جد فهمان، نختار اختصاص معين إحنا بدنا نشتغل فيه. بعد ما اخترنا اختصاص ممكن يكون أي شيء، هذا الاختصاص ممكن يكون أي شيء، في فوق 5,000 اختصاص فيه الواحد يختاره. فيك تشتغل مع أطباء الأسنان، فيك تشتغل مع المحاسبين، فيك تشتغل مع مدربين العقلية، فيك تشتغل مع مدربين للرياضة، في مليار اختصاص فيه الواحد يختار. بس اخترنا هذا الاختصاص وبلشنا نعمل أبحاث عن هذا الاختصاص، لازم هون نبلش ندقق على موضوع الخدمة اللي بدنا نقدمها. في خدمات بالهبل فينا نقدمها، على سبيل المثال خدمة جوجل، نساعدهم يجيبوا عملاء ويجيبوا زباين أكثر عن طريق جوجل، فيسبوك أدس على سبيل المثال، نبني ويب سايت بالنسبة لهم، لينكدين ليدز، كتير خدمات فينا نقدمها لهذا الاختصاص اللي اخترناه. وبعد ما عملنا نحن أبحاث على هذا الاختصاص والشيء اللي هن عن جد عندهم مشاكل فيه ونحن فينا نساعدهم فيه، هون نحن منروح ومنبلش نتعلم موضوع المبيعات وكيف فينا نتواصل مع العملاء ونخليهم يحكوا معنا. هذا الموضوع بدنا نساوي. وتخيل معي، في 7 مليار شخص، 7 مليار شخص موجود بالكرة الأرضية، معقول أنت ما تجيب عميل أو عميلين أو ثلاثة من هدول الأشخاص؟ مستحيل ما تساويها إذا أنت كنت عن جد جدي بهذا الموضوع. فلذلك متعلم موضوع المبيعات، بندرس بالتفصيل كيف خرج الواحد يبيع، شو الطريقة اللي أنا فيني أبيع فيها. بعدين نتعلم كيف نتواصل مع العملاء، بنسوي معهم اجتماعات وبنقفل هذا العقد. وبعد ما عملنا هذا الموضوع، الشيء اللي بنساوي بنبلش بنسلم الخدمة. موضوع انك تبني بزنس اونلاين مو معقد نهائيا، معظم الناس بتعقده، بس هو عبارة عن شيء بدك تتبعه خطوة بخطوة. هلا انا بعرف 99% من الناس بتفشل، ما بتفشل لانه هي ما بتعرف كيف تساوي البزنس. هدول الشغلات عبارة عن استراتيجيات فيك تتعلمها. دائما معظم الناس بتفشل لانه طريقة تفكيرها غلط وبتستسلم بوقت بكير زيادة على اللزوم. انا بعرف ناس بتشتري كورسات او بتكون عم تدرس او بتروح على الجامعة وبعدين بتستسلم بنص الطريق. انا شفت طلاب عندي نروجي سويديين وعرب بدخلوا على كورس معين من كورساتي بيحضروا 10%
بعدين بيطلعوا. بس هن بالبداية بيقولوا إن أنا كنت عن جد جدي بدي أحضر كل شيء، بيحضر 10% وبعدين مستسلم. أنا بعرف هذا الموضوع، 99% من الناس اللي بتفشل ما بتفشل بسبب إنه هي ما بتعرف كيف تسوي بزنس. هذا الشيء موجود، هدول الاستراتيجيات نحن فينا نطبقها، ودائما وقت بتطبق هاي الاستراتيجيات فيك تنجح. الشيء الوحيد اللي بيفرق الشخص الناجح عن الشخص اللي مو ناجح هو طريقة التفكير، ولا شيء تاني نهائيا. إذا أنت عم بتفكر بطريقة صح شيء طبيعي إنك توصل لشيء اللي بدك إياه. وأنت ملاحظ إنه بهي القناة أنا دائما بحكي على موضوع التفكير وبركز عليه أكثر بكتير عن إنه أحكي على موضوع الاستراتيجيات، لأنه أنا بعرف وين كانت مشكلتي كلاجئ بأوروبا. جيت على أوروبا عمري 16 سنة، مش أنا كنت مفرمت، أهلي برمجيني بطريقة عقلية جدا غلط. أمشي طول الوقت خايف ما بدي أساوي شيء، خايف أعمل شيء، خايف أحكي قدام الكاميرا، خايف أساوي بزنس خاص فيني، عم بفكر إنه المصاري قليلة كتير، أنا ما معي مصاري، أو لازم أصمت طول الوقت. عليك فاضي. بس أنا صدقت هذا العلاك الفاضي شي 20 سنة من حياتي، صدقت هذا العلاك الفاضي لبين ما حسنت أغير طريقة تفكيري وأسحب حالي من طريقة هي التفكير. أكل معي هذا الوقت كتير. أنا كنت بدبي عند أختي، وكنت عم بشوف جوات العيلة تبعيتهم وقت أنا عشت عندهم شلون الطريقة اللي عم يحكوا فيها، وكنت عم بشوف شلون الأولاد عم يتبرمجوا جوات هذا البيت، كنت عم بشوف هذا الموضوع. فلما أنا قاعد هنيك وعم بسمع طريقة الحديث اللي عم تنحكى، فأنا عارفان إنه هذا الشيء اللي عم بصير هلا عم بسبب ضرر هائل للأطفال. أنا شايفه لأولاد أختي يلي أنا خالهم. بس قبل 6 سنين ما كنت أفهم بدور الشغلات، كنت أحكي بنفس الطريقة، ما كنت أنتبه. فلذلك أنا بس خلال أول يومين فهمت إنه حتى أنا هذا الحديث ممكن يأثر علي، فأنا لازم أسحب حالي من هذا المكان أكبر سرعة ممكنة. البرمجة العقلية هذا موضوع خطير كتير، إنك تسمع شغلات غلط يوميا وتغذي دماغك فيها كل يوم. انسى بزنس، انسى مصاري، انسى هذول المواضيع نهائيا. فلذلك بدي إياك تسأل حالك أنت شلون مبرمج وكيف فينا نغير طريقة هاي البرمجة. لأنه صدقني إذا تسعى حالك هلا وبتبلش بتركز مين الأشخاص اللي عم تحكي معهم والطريقة اللي عم تحكي فيها والطريقة اللي عم تفكر فيها، هذا الشيء ممكن يغير لك حياتك مثل ما غير لي حياتي. فلذلك خليني أرجع لك يا هون سبع شغلات أنا اتبعتها لحتى غيرت حياتي بطريقة كتير 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 ضخمة. 1 برمجة العقلية، 2 الروتين وإنه تنسق حياتك تساويها بطريقة منسقة ما تكون عايش طريقة فوضوية، 3 اختار اختصاص بيناسبك، عمل بحث عن الاختصاص وعرف المشكلة يلي عبعانية هذا الاختصاص، 4 منساوي خدمة كتير قوية لهذا الاختصاص، خدمة كتير كتير قوية، وبعدين 5 نتعلم كيف موضوع المبيعات، 6 نتعلم كيف فينا نتواصل مع العملاء ونساوي اجتماع معهم، 7 نقفل العقد ومنسلم هاي الخدمة. إذا بتتبع هذا الموضوع وبتساوي وبتنسقه خطوة بخطوة بالطريقة اللي بحكي لك إياها، مستحيل ما تحسن تبني شركة وتوصل ل$10,000 بالشهر. هذا الموضوع بيعني 6 عملاء أو 7 عملاء مو أكتر. فلذلك هذا الموضوع مو معقد مثل ما كل الناس بتفكره. فأنا بدي إياك هلا تفكر مرة تانية شو هو الشيء يلي أنت حابب تبنيه بال2022. لا تخلي الأيام تمشي منك بدون ما أنت تاخد أكشن كل يوم. صدقني هدول الأيام ما رح يرجعوا. هاي السنة 2022 فيك تغيرها بطريقة هائلة عن سنة 2021. فلذلك أنا كتير متحمس لحتى أشاركك معلومات رهيبة جوات هاي القناة، ورح أرجع نزل فيديوهات لأنه أنا هلا رجعت على السويد بعد ما 2021 كسحتني. خلصت 2021 ورجعت على السويد وأخذت بيت جديد، وهلا أنا بقلب القاعدة تبعيتي. فلذلك رح أرجع نزل فيديوهات، رح أرجع أساعدك توصل للشيء اللي بدك إياه. بس أنا الشيء اللي بدي إياه منك اليوم إنه إذا عجبك هذا الفيديو حط لايك، لا تنسى تحط تعليق، لأنه أنا موجود هون بس لحتى أساعدك أنت توصل للشيء اللي بدك إياه. وهلا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اتبع الخطوات اللي حكيت لك إياها وأنا واثق إنه أنت رح توصل للشيء اللي بدك إياه. بشوفك بفيديو جديد قريباً.